احنا هنا دوكا قاعدين نخمو، قلنا هذه المنطقه دي يروح سباس بير لولادنا، تكون منطقه متنفس الوحيد قلت تاع البلاد، ما بقى حتى دخل، وهذا المدخل تاع البلاد وتاع الولايه تطارف، يعني نورمالمون كانت تزين بيان ودخلها مليحه كون جاردان. خويا هذوك شنو نطالبوا؟ باش تكون كلينيك ولا حاجه مصر عموميه قال لك اي منطقه خضراء، بصح للسوق قال لك انه ما غير نجروا من اجل السوق. راهي هيك على انه وقت تشوف الفضلات منتشره في كل مكان، نحن باش يعلموا الخضاره هذم اللي يحكوا عليهم، ما عندنا حتى شيء معاهم، واخوتنا وربي يفتح عليهم، ولكن اللي نستدركوه بنوا ليهم سوق جواري ب 15 مليار، ما حبوش يروحوا في وسط الباطيمات هذوك، بعد ذلك ما حبوش يروحوا، وانت كتشوف الحركه السيوله المروريه كيفاه ولات، اختنقت المدخل تاع ولايه الطارف. في 2018 رسلنا رئيس البلديه قلنا له باش تعاود تعطاها الاهميه تاعها، واقترحنا ليه باش يدير فيها دي كيوسك يعني اكشاك وكذا، ويعطيها للشباب يخدموا فيها وكذا، وتولي يعني مساحه خضراء. اللجنه الولائيه وين خيرت المكان وخذا قرار نهائي انه السوق يتنشا في البلانك المكان هذاك. المخضره راهم على علم وطالبين حتى هما انهم يتحولوا ثم مكان يليق بهم. وبنا نبداو نشرعوا في العمليه، تعرضونا هذو السكان اللي راهم بعاد على المكان، يعني ماهمش يعني مقابل المكان، مش مقابلين يعني السوق حذاه.